أنا إلي سنوات طويلة مش مستخدم التطبيقات. أنا فعليا استخدمت تطبيقات أوبر وكريم وخلافه أول ما طلعت. طبعا كانت الخدمة خرافية، كباتن بقمة الأناقة واللباقة والتهذيب، سيارات معطرة، ممنوع الدخان، سيارات نظيفة، يعني كانت الخدمة رائعة. وبعدين قطعت، أنا ما استخدمت كثير زمان التطبيقات. بدي أسألكم، لسه الجودة نفس الجودة ولا في تراجع؟ يعني لسه الخدمة بنفس الكفاءة ونفس الأبهة اللي كنا نشوفها؟ فبالله ياريت جاوبوني على هذا السؤال. وعلى سيرة التطبيقات، في خبر بيقول إنه العاملون مع أوبر يبدأون إضرابا جزئيا عن العمل سيستمر أسبوعا. شو قصتهم العاملين مع أوبر؟ ليش بدهم يعملوا إضراب؟ خلونا نسأل لورنس الرفاعي المتحدث باسم اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية. أخوي لورنس صباح الخير. الله يسعد صباحك أخوي طارق. الله يعطيك العافية. لورنس، أنتوا ناويين تنفذوا إضراب لمدة أسبوع، إضراب جزئي. شو يعني أول شيء إضراب جزئي وشو السبب؟ شو اللي صاير معكم؟ أول شيء بحب أصبح عليك أخوي طارق، وبحب أصبح على المستمعين، وبحب أوجه تحية لزملائي الله يسعد صباحك كباتن التطبيقات الذكية جميعا. يسعد صباحك أخوي طارق. إحنا بالفعل بدأنا بإضراب جزئي عن العمل مع شركة أوبر من اعتبارا من يوم الأحد الماضي، يستمر إلى غدا يوم الخميس. إضراب جزئي راح يكون من الساعة 6 الصبح للساعة 12 الظهر. طبعا هذا الإضراب هو عبارة عن رسالة للشركة، إن نوجه رسالة للشركة إنه تلتفت للعاملين معها، تحاول تحسن الأوضاع قبل نبلش نزيد بساعات الإضراب. طيب احكي لنا شو الرسالة، بدي تفاصيل، شو الأوضاع اللي بدها تحسين يا أخوي؟ يعني أنا سمعتك هسه وأنت بتوجه رسالة، الخدمة زي ما هي ولا تغيرت؟ أخوي طارق، أنا عامل على هاي التطبيقات وبحب أحكي لك إنه الخدمة كثير تغيرت ونزل مستواها. أوف. قل لي ليش؟ ليش؟ الكباتن طبعا احنا يا اخوي تتلخص مشكلتنا في الاتي. احنا اول ما طلعت الشركات هاي كنا نشتغل على السيارات السياحيه، اعطونا من العسل حلاوته، وكان دخلنا عالي معهم لانه سياراتنا اقساط وعارفين اذا الكابتن عدم المؤاخذه ما اجى عليه دخل ما راح نعرف نستدرجه ونوقعه بالفخ اللي ناويين له اياه. شو الفخ؟ الفخ بعد الترخيص صار. هون بعد الترخيص كان أول شرط للعمل على هاي التطبيقات إنه السيارة تكون باسمك، وانت عارف الشباب كلها ما معها تشتري سيارات كاش، فالكل توجه للأقساط وللبنوك 100%. هون صارت العلاقة بين الكابتن والبنك، يعني انت بتعرف شو طبيعة العلاقة بين البنك والمقترض منه. في الوضع هذا الشركات كشرت على أنيابها وتحولت نسبها وأجورها. النسبة كانت أيامها من 10%، الآن نسبة الشركة المقتطعة من صافي الدخل 30% بتوصل 32%. يعني ثلاث أضعاف. ثلاث أضعاف. وطبعا هم بيعرفوا أنك أنت مقترض من البنك، مش راح تسترجي تنفس. يا عيني عليك. يعني بيقول لك هذا البني آدم شو ما عملنا فيه بده يظل ساكت وصابر لأنه في بنك. وبعدين وأنت بتعرف بدي أقاطعك بشغلة أخوي طارق. بتعرف في الأردن هسه أي قرض بدك تأخذه راح يكون المدين وكفيل عائلي، مثلا أنا المدين وزوجتي الكفيل، أو أختك أو أمك أو إلى آخره، أو أختك بالضبط. فهون ربطوا العيلة كلها بقروض. طبعا إحنا 13,000 كابتن، بحب يعني أوجه إنذار الخطر عبر برنامجك أخوي طارق. إحنا للآن 3,000 كابتن تعثر وأكثر. طبعا اسمح لي بالله يا لورنس، بدي احكي للناس بس شغله. انت ككابتن زمان اول ما استلمت السياره وعلى سيره الخدمه والابهه كنت طالع لك 60 70 دينار في اليوم واحيانا اكثر، كان العدد محدود. هلا انت العدد زاد، صاروا هم ياخذوا يقتطعوا نسبه ثلاث اضعاف النسبه، انت مربوط بقرض يعني، فكل شيء تغير وكورونا اجت علينا. في كمان نقطه، طبعا انت بتعرف في تنافس بين الشركات، في أجور محددة من هيئة تنظيم قطاع النقل زائد 20% عن عداد التاكسي، ولا شركة ملتزمة بهاي الأجور، بدهم يتنافسوا مع بعض، بدهم يجيبوا الزبائن كل شركة، فصاروا ينزلوا الأجور. تخيل تطلع من عمان للزرقاء بأربع دنانير وعشرين قرش. تخيل. أيوة. تخيل أنت الموضوع.
فبطلت نجي يعني شتان. انا يعني انت جاوبتني على سؤالي، شتان بين كابتن كان طلع له 70 80 دينار في اليوم، بدي اطلع بدلي وقرافه وحط عطر اغلى نوع، لما صرت اطلع 7 ليرات في اليوم بطلع بأوعي الرياضه، ما تسالنيش لانه انا 7 ليرات قاعد بطلع في اليوم. بالضبط. شوف اخوي طارق، احنا حاليا الكابتن اللي بيشتغل ب 50 دينار ال 50 دينار خساره. اوف، قول لي كيف؟ كيف لما انت بتيجي تشيل تقريبا 16 دينار هذول من راس الكوم هذول للشركه، هاي واحد بتيجي بتيجي تشيل بعديهم اقل اشي كمان 15-16-17 دينار بنزين. طبعا انت هون بدك تشتغل بالنهار 12 ساعه، ب 12 ساعه ما بدك تاكل وتشرب وتدخن عدم مؤاخذه للناس اللي بتدخن. صحيح. حتى تقدر تصمد 12 ساعه بده مصروفه اليومي بين الخمس للست دنانير كمان، هاي انت قاعد تحكي لك بأربعين 42 دينار. قصتك عشر دنانير، قصتك كل يوم عشر دنانير، لسه ما اجينا لمصروف السيارة، ما اجينا لصيانة السيارة، ما اجينا لأجار بيتك، ما اجينا لأكل أولادك لمدارس، ما اجينا لإشي. فهون احنا قاعدين نوجه انذار لما او نداء لمسؤولين النقل اللي غايبين فيلة، اللي تاركين الشركات على معطين هالحبل على الغارب. يعني بدي احكي لك نقطه، حاليا الشركات في مرحله تسديد العقود. طبعا احنا توجهنا لهيئه تنظيم قطاع النقل ولوزاره النقل وقمنا بعمل اعتصامات اكثر مره، وقعدنا بالاخير مع الباشا طارق الحباشنا مدير الهيئه ووصلنا له الرساله وحطوا ثلاث شروط احنا طلبناها على العقود، اللي هي تحدد النسبة انها لا تتجاوز 15% المقتطعة من الكابتن للشركة. عفوا، هي اصلا مش محدد النسبة من الهيئة؟ لا، ما هون بيت القصيد اخوي طارق. اهلين، كل شركة بتحدد نسبة على كيفها؟ يا عيني عليك. أهلين. ما هذا اللي انا قاعد بحكي لك اياه، الشركات بس شافونا مرتبطين بقروض مع البنوك. بقول لك بلشت تتكشر عن انيابها، يعني لقد وقعنا بالفخ. هي هيك يا عيني عليك، بلشت ترفع النسبه من 10-15-20-25 وصلت 30 الرسمي. هسه في عندهم بند بيسمح لهم نسبه الخطا 10% كمان فوق الحكيات. اهلين، يعني فوق ال 30% في عندهم كمان 10% توصل 32-33%. هيئه تنظيم قطاع النقل يعني صرنا قاعدين معهم مع الباشا 4-5 مرات، جوابهم الأول والأخير اللي على لسانهم بيقول لك هاي علاقة تعاقدية بينك وبين الشركة. أنا بحب أوضح نقطة كثير مهمة عن العلاقة التعاقدية بيننا وبين الشركات. يا أخوان، إحنا ما في عقد بيننا وبين الشركات، مجرد عقد إلكتروني بيجيني أول ما أنزل التطبيق من متجر التطبيقات، أول ما أفتحه بيطلع لي عقد عبارة عن 36 صفحة، فيش فيه خيار إلا تحت كل صفحة موافق عشان يقلب لك الصفحة اللي وراها. إذا ما بعمل موافق ما بفتح لي الابليكيشن وما بشتغل. هذا بالقانون الأردني اسمه عقد إذعان أخوي طارق. خلص لورنس. وشرحنا بعتقد خلص الرسالة وضحت تماما، كل الاحترام لورنس رفاعي، الله يكون دائما معانا ومعاكم، المتحدث باسم اللجنة الطوعية لكباتن التطبيقات الذكية. أخوي طارق بحب أشكرك، يلا يسعدك، واجبنا يا لورنس. 13,000 كابتن منهم 3,000 الآن سيارته محجوزة والباقي على الطريق إن شاء الله. لا، كل الاحترام لورنس. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احنا اذاعه يا مزاج.